ما زلنا بنتكلم عن يوم الطبيب المصري، وكان عندنا سؤال قبل الفاصل اللي سألناه الدكتور هاني عن هجرة الأطباء. أو إحنا كل سنة، ودي حقيقة، إنه بنفقد كوادر حقيقية سواء بالسفر أو بالعزوف عن دراسة الطب أصلاً، وحسب آخر تصريح لدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة اللي قاله النهاردة في يوم الطبيب المصري، اللي بيتكلم فيه عن الفكرة دي، إنه بعد كام سنة كده هنلاقي إنه في عزوف عن المهنة. العزوف ده ممكن يكون إنه ناس أقل بتقبل على دراستها وإحنا عندنا احتياجات كبيرة، أو إنه يكون ولادنا اللي بيدرسوا في جامعاتنا المصرية واللي بتستثمر فيهم الدولة المصرية مش بيلاقوا الفرصة الحقيقية في مصر، وبالتالي بيهاجروا ويسيبونا. الى اي مدى الكلام ده انا بقول كلام صح ولا انا ببوظ الكلام؟ صح، بس احنا يعني برضو في نفس الوقت مش عايزين ننقل الصوره بصوره ظلاميه شويه للناس. سفر الاطباء مش وحش من كل الجوانب، لازم الكلام ده يبقى واضح. ومن ما نخوفش الناس من الموضوع ده. لا، سفر الاطباء المصريين اللي هم الدوله صرفت عليهم واهاليهم صرفوا عليهم في تدريبهم ده شيء ايجابي لما يكون في حدود، ولما الأطباء دول كمان يرجعوا البلد ويشتغلوا في البلد، ده بينقل الخدمة الطبية والخدمة الصحية في حتة تانية خالص وبيحسنها كده. وعندنا أمثلة كتيرة، مش عايزين نذكر أسماء دول بعينها، عملت كده، وعملت كده على مستوى أقل كمان. ممكن بيبعتوا أولادهم يدرسوا الطب في دول أوروبية وأمريكية وبعد كده يرجعوا يشتغلوا. دي بعثات، او دي احنا بنروح ناخد خبره وعلم ونرجع تاني. فده مش يعني مش مطلق ان هو حاجه وحشه. يعني حضرتك تقصد ان الزاويه الايجابيه هو انه التعرض للخبرات دي مهم لينا لما جداً بنرجع. جدا. طب لما ما بنرجعش بقى؟ لما ما بنرجعش هي دي مشكله. لما ما بنرجعش، هل البيئه في مصر طارده للاطباء؟ برضو مش هنعمم الكلام. هي ممكن ما تكونش جاذبه للاطباء وطارده الى حد ما. ليه؟ لان الاهتمام بالطبيب ده مش ليه جوانب متعدده جدا ومعقد جدا. وعلى فكره مش في مصر بس موضوع ان مهنه الطب ما بقتش مهنه جاذبه قوي. الكلام ده في دول كتيره جدا في اوروبا وفي انجلترا، ان مهنه الطب مهنه قاسيه. زي في مهن كتيره، كل مهن قاسيه، ولكن يمكن مهنه الطب ليها خصوصيه وليها جوانب كتيره، ان انت في جزء من تعليمي قاسي جدا، جزء في المهنه قاسي جدا. فهو في كل الدول المهنة الطب ما بقتش جاذبة، ولكن مهنة الطب ليها جوانب كتير قوي، جزء تدريبي وجزء مادي. ده تحقيق الاثنين دول صعب في كتير من الدول. انت تحقق هذا التوازن صعب. تدريب الأطباء محتاج نظام يشمل الدولة كلها، وخصوصا زي ما تكون دولة زي مصر فيها أنظمة صحية مختلفة، في نظام الجامعة، في نظام وزارة الصحة، في أنظمة الأساس العلاجية، الأمانة الطبية، في أنظمة كتيرة لتدريب الأطباء. مفيش يمكن في مصر تعاون كبير بين الأنظمة دي، فبيخلي الطبيب وخصوصا الطبيب الصغير في السن يتوه بين الأنظمة دي، ما ياخدش تدريب زي ما هو يتمنى. ولا وده سؤالي لحضرتك والدكتور عبلة، ولا كل بحسب مدرسته العلميه؟ يعني انا اقصد انه طبيب كليه الطب القصر العيني معروف قامته وقيمته ومستواه. ده مش المفروض يحصل بقى دينا. المفروض يبقى كله شبه طبعًا بعض. طبعا. والفروق تبقى بسيطه جدا، لان انت الهدف ان انت تقدم خدمه طبيه لشعب بقى دوله. بالظبط. الشعب ده ما بيهموش انت رحت لمين، دكتور مين، انت محتاج تقدم خدمه طبيه اعلى من المتوسطه للشعب عامه. في منظومه التامين الصحي ممكن تحل ده؟ ده اللي يمكن تقولها عبله. انا هسيبها دي كده في الموضوع ده عشان ده تخصصها، منظومه التامين الصحي من الناحيه الحكوميه. ولكن انا عايز اتكلم تاني على شباب الاطباء. فهو في جزء من الضغط على شباب الاطباء ان التدريب مش جيد زي ما يتمنوا. على فكره انا مش عشان عددنا مش كتير، صح؟ عددنا كبير والامكانيات الماديه عشان حتى تدريب الاطباء ده محتاج امكانيات ماديه. مش بس ندفع للاطباء مرتبات تسمح لهم بالعيش الكريم، لا، احنا بنتكلم على حتى التدريب الاطباء ده مكلف. فده برضو شيء من الضغط. حضرتك تقصد تدريب اثناء
الفترة التعليمية ولا ما بعد ذلك؟ يعني ما في كل المراحل، في تدريب وهو طالب، وفي تدريب بعد ما يتخرج. احنا عشان الطبيب يوصل لمرحلة ان هو يمارس بطريقة مستقلة ده بياخد سنوات كتيرة، وبتفضلوا تتعلموا طول العمر. نفضل نتعلم، ده شيء مكلف جدا ومحتاج نظام في الدولة. يمكن من الدول الناجحة قوي في الأنظمة دي دول زي إنجلترا أو أمريكا، لها بتحط نظام شامل كامل لرعاية الطبيب في كل مراحله، من ساعة ما هو طالب. التدريب بيبتدي بدري جدا وهو طالب في كلية الطب، وهو طبيب صغير، وبعد كده على مدى متخصصاته المختلفة. فجزء من الضغط التدريب غير الجيد، التدريب اللي هو مش كامل زي ما طالب الطب أو الطبيب الصغير بيتمناه، والضغط المادي طبعا. زائد ظروف العمل يمكن في مصر، وبرضه هسيب دكتور عبد الكريم في الموضوع ده، اللي هي الظروف الامنه اللي يكون امن. وده سؤال مهم يمكن يعني مش متحقق بدرجه كبيره في مصر، يمكن ده من القضايا الشائكه شويه واللي ظهرت ايام العصيبه اللي مرت بيها مصر وايام الكورونا. دي حقيقي.